رغم أن الأمطار دائماً تمثل بشائر الخير والبركة للعباد، إلا أنها ما أن تهطل في شوارع بنغازي حتى تغرق المدينة تماماً ببرك المياه، الأمر الذي شكل عوائق كبيرة وخسائر مادية أمام أصحاب المنازل والمحلات، والتي حالت دون وصول المواطنين إلى وجهتهم المقصودة. رغم أن الأمطار قد لا تستمر أكثر من ساعة، ولكنها تكشف مدى هشاشة البنية التحتية وضعف المرافق الصحية بالشوارع، فقد يضطر البعض للدخول إلى عمق المياه التي تجمعت سريعاً مع نزول الأمطار، ويتعرضون للبلل تماماً، وذلك بهدف قطع الطريق. عبور السيارات عبر تجمعات وبرك المياه شكلت أضراراً مادية على أصحابها، فقيادة السيارة فوق شوارع البنية التحتية الضعيفة المغمورة بالمياه جعل من الصعب على السائق أن ينتبه للحفر والمطبات الصناعية، مما سبب العديد من المشاكل وحوادث السير. استمرار تجمع المياه فترة طويلة تصل إلى أيام وحتى أسابيع بعد توقف الأمطار أصبح يشكل هاجساً كبيراً لدى المواطن، مما يدعوه إلى التساؤل عن دور البلديات وشركات النظافة وعمال الصرف الصحي في تنظيف وإزالة مياه الأمطار المتجمعة. لقناة ليبيا الحدث، روان العبيدي.